بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف هذا العرض ستكون إن شاء الله بداية من What is the difference between cleaning, disinfection and sterilization? Methods of sterilization, steam sterilizer testing, the requirements for safe sterile storage considerations, sterile transportation, CSSD electronic tracking system and finally environmental cleaning methods. Sterilization of reusable medical devices. يجب التأكيد على معرفة الفرق ما بين cleaning, disinfection و sterilization. نبدأ بتعريف cleaning is the removal of visible soils التي ترى بالعين المجردة من على reusable medical device وتتم خطوة cleaning manually or mechanically عن طريق استخدام water with a special detergent or enzymatic product. في أسفل هذه الشريحة تعليق جدا مهم عن الكلينينج. Cleaning is always the first and most essential step before any process of disinfection or sterilization can be carried out. دائما تتم عملية الكلينينج كخطوة أولى أساسية قبل الانتقال إلى sterilization أو disinfection حسب manufacturer instruction. طيب مثلا عندي reusable medical device. هذا reusable medical device حسب manufacturer instruction نعمل له sterilization. لا نستطيع الانتقال إلى مرحلة sterilization مباشرة من غير ما يمر قبلها على خطوة أولى أساسية وهي cleaning. حتى لو كان brand new، حتى لو كان جديد، لازم cleaning ومن بعدها ننتقل إلى ومن بعدها نكمل process إلى sterilization. ننتقل الآن إلى disinfection والsterilization. بالنسبة للdisinfection هو the destruction of nearly all pathogenic microorganisms except spores، ما عدا spores. طب إيش فرق عن sterilization؟ Sterilization is the elimination وعملية نزف of all diseases producing microorganisms including bacterial spores. إذا disinfection لا يعمل destruction للbacterial spores ولكن sterilization يعمل elimination للbacterial spores. في هنا أيضا تعليق على sterilization جدا مهم أن البرايونز المريض الأدوات الطبية المستخدمة على مريض في برايونز لا نستطيع أن نعمل الروتين sterilization. Prions are not susceptible to routine sterilization. يعملونها حرق وما إلى ذلك، لا نستقبلها أو لا ترسل إلينا في قسم التعقيم الطبي. Manufacturer's instruction for use IFU. Manufacturer instruction يجب أن يكون موجود لدينا في قسم التعقيم الطبي لكل reusable medical device حتى نعمل له processing بالطريقة الصحيحة المناسبة. Manufacturing instruction اللي هي تعليمات المكان المصنع لهذا reusable medical device. يتضمن الانستركشن فيها أو التعليمات هذه تتضمن disassembly, cleaning, assembly, disinfection and sterilization. كل هذه التعليمات تكون موجودة. على سبيل المثال أرفقت صورة هنا لخطوة الكلينينج لهذا reusable medical device. اللي نلاحظ هنا أنه موجود لنا أرفاق بالصور، موجود في الخطوات بشكل دقيق ومرقمة بشكل مرتب لقسم التعقيم الطبي. أيضا هنا صنفت الريوزبل ميديكال ديفايسز إلى ثلاثة أصناف حتى نحدد طريقة الريبروسيسينج أو ليفل أوف ديكونتيميناشن في قسم التعقيم الطبي. هل نعملها sterilization؟ هل نعملها disinfection؟ هل هاي ليفل؟ أو هل نعملها cleaning أو visible clean؟ هذا نحدده عن طريق تصنيفات تسمى spalding classification. وتكون هذه التصنيفات تصنيفات سبولدينج وفقا للاستخدام المقصود من الريوزبل ميديكال ديفايس حتى يكون الهدف منها حتى يكون آمنا لإعادة الاستخدام على مريض آخر ولا نعرضه إلى خطر معين. طيب الريوزبل ميديكال ديفايس حسب سبولدينج كلاسيفيكيشن تنقسم إلى 3 كاتيجوريز. الأول كريتيكال حرج، والثاني سيمي كريتيكال اللي هو شبه حرج، والثالث non-critical غير حرج.
بالنسبة للنوع الأول درجة الخطورة فيه عالية، لماذا؟ خلينا نشوف تعريفه. Items that are involved with a break in the skin or mucous membrane or entering the sterile body cavities. لما يدخل في sterile body cavities الداخل جسم الإنسان، بالتالي لازم reusable medical device هذا يكون معقم حتى لا أعرض المريض إلى مشاكل أخرى هو بالغنى عنها، يعني مثلا بعد العملية يصير في infection معين، التهابات أو ممكن أعظم من ذلك. طيب أعطينا مثال على الكريتيكال. لا الكريتيكال for example عندي surgical instruments الأدوات التي تستخدم في العمليات، عندي الامبلنت، عندي rigid scalp، وبالتالي نعمل لها recommended level of decontamination is sterilization تعقيم، ويكون method of sterilization حسب ال manufacturer instruction. طيب ننتقل إلى النوع الآخر اللي هو semi-critical. risk category في intermediate. intermediate يعني متوسط. semi-critical intermediate risk category هذه درجة الخطورة، وهي ال items in contact with mucous membrane or body fluids. على سبيل المثال، المثال بيوضح respiratory equipments اللي هو respiratory اللي هي المعدات التي تستخدم في الجهاز التنفسي. أيضا مثال آخر non-invasive flexible scope. recommended level فيها هنا هو recommended level of decontamination هو disinfection high level. High level disinfection which is أيضا يقولون لا HLD اختصار الكلمة high level of disinfection. طيب بالنسبة للنوع الأخير والثالث من تصنيفات Spalding Classification هو Non-Critical. درجة الخطورة فيه على المريض هي low، قليلة جدا، وبالتالي طريقة أو Recommended Level of Decontamination لها هو Cleaning or Visibly Clean. غالبا ما تجي عندنا في قسم التعقيم الطبي هذا النوع من الـ Reusable Medical Devices، وناخذ مثال عليها مثل الـ Blood Pressure Cuffs هي الأداة التي تستخدم في قياس الضغط، أو التاثوسكوب اللي هي السماعات تبع الدكتور. هذه Non-Critical Reusable Medical Devices. الآن سنبدأ بالمحور الأول لهذا العرض وهو الـ Sterilization Area. Sterilization Packaging Material. في قسم التعقيم الطبي يوجد أنواع مخصصة مصنوعة لقسم التعقيم الطبي من الباكجينج ماتيريالز، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من اليسار ريجيد كونتينر، النوع الثاني رابينج ماتيريال، والثالث باوتشز. طب لو تساءلت ما هو الهدف من استخدام الباكجينج ماتيريالز في قسم التعقيم الطبي؟ لسببين أو لهدفين. الهدف الأول أثناء عملية التعقيم الباكجينج ماتيريالز يسمح للسيرلنت أو المادة المعقمة أن تدخل داخل الباكجينج ماتيريالز، تصل إلى الانسترومنت أو الريوزابل ميديكال ديفايسز حتى تتم عملية التعقيم. أما السبب الثاني هو بعد عملية التعقيم to maintain the sterility حتى تحافظ على الايتمز معقمة حتى تصل إلى نقطة الاستخدام أو مثلا غرف العمليات وتكون آمنة للاستخدام على المريض. أيضا مهم أني أنا أعرف كومنت على السريع أن نوع الباكجينج ماتيريالز المستخدم يكون حسب ما هو ريكومندد في المانيفاكتور انستركشن، أيضا حسب عملية التعقيم اللي أنا بتبعها. خلنا ناخذ يعني بمشي على السريع من كل نوع من هذه الانواع. مثلا ريجيد كونتينر فيها اول شيء بلو لوك. هذا البلو لوك لما اسكره انا قبل عمليه التعقيم ويدخل في الستيرلايزيشن خلاص ما تنفتح مره ثانيه الا بالاو ار، الاو ار روم. طيب بالنسبه للبلو لوك هذا إذا انفتح الكونتينر ينكسر، ولما ينكسر ما يرجع يتسكر مرة ثانية. وبالتالي إذا كنت أنا في مثلاً ستورج قبل ما ينتقل الباكجينج ماتيريال ريجيد كونتينر
إلى الـ OR وشفت البلولك مفتوح، هذا يعني أن الـ instrument الموجودة في داخل الـ rigid container لا تعتبر ستيرل وهي غير آمنة للاستخدام على المريض، وبالتالي ترجع لي القسم التعقيم الطبي ويعملها reprocessing. الشكل الثاني في الرجل الكونتينر للتأكد من أن هذا الرجل الكونتينر آمن للاستخدام هو الفلتر. الشيء الثالث الـ external indicator tape بيكون processed. نفس الكلام ينطبق على الـ wrapping material والباوتشز. بالنسبة للباوتش في عندي نوعين، سيلولوزيك ونون سيلولوزيك. سيلولوزيك اللي هو يستخدم في الستيم سيريلايزيشن، وبالنسبة لتايفيك اللي هو النوع الثاني ويستخدم في لو تمبريتشر سيريلايزيشن مع الكيميكلز على سبيل المثال هيدروجين بيروكسيد. ميثود اوف سيريلايزيشن او طرق التعقيم الطبي تنقسم الى قسمين. القسم الاول هو الهاي تمبريتشر سيريلايزيشن، يكون اما دراي هيت او ستيم سيريلايزر، ولكن الغالب الان المستخدم هو ستيم سيريلايزيشن. النوع الثاني هو low temperature sterilization أو chemical sterilization. طب كيف أقدر أحدد طريقة ال sterilization اللي أنا بسويها لل reusable medical device؟ following the recommended method of sterilization by manufacturer instruction. If we must use the method of sterilization according what is recommended by the IFU, the manufacturer's instruction. نتكلم اولا عن الهاي تمبريتشر ستيرلايزيشن، التعقيم بدرجه الحراره العاليه، ان سبيسيفيكلي ستيم ستيرلايزر. عالميا يفضل استخدام الستيم ستيرلايزيشن لعده اسباب. الاولى هي ان فاست سريع، الثاني افشنت فعال، وايضا تكلفه الستيم ستيرلايزيشن نسبيا لا تعتبر عاليه، وذلك بسبب استخدام الستيرلنت يكون ستيم. طب ما هو الستيم؟ الستيم المستخدم في عملية التعقيم هو saturated steam، يعني ثابت، that contains the maximum amount of water vapor. لاحظوا water vapor يعني يكون دائما في الحالة الغازية، دائما بخار الماء، ما يكون أبدا في الحالة السائلة، دائما بخار الماء هو الستيم، بخار الماء، ويكون عند درجة حرارة وضغط معينة ثابتين طول عملية الاستيرلايزيشن. بالنسبة للستيم تحت ضغط معين ديفايز تكون quickly and efficiently sterilization. وبالنسبة أيضا للستيم sterilization cycle have three parameters. دائما إذا بنسوي ستيم sterilization cycle حط بعين الاعتبار ثلاثة نقاط أساسية. الأولى أن steam يكون saturated ثابت under pressure في ضغط تحت ضغط معين، ووقت التعقيم time for sterilization، والنقطة الثالثة هو درجة الحرارة temperature. على هذا الأساس يتم تحديد السايكل اللي أنا بستخدمها لتعقيم reusable medical devices. There are two basic cycles يتم استخدامها في high temperature sterilization و steam sterilizer. two basic cycles. قبل ما اتعرف عليها ودي اقول اجزاء مهمة موجودة في المشين. الجزء الاول هنا بالصورة اللي فيها السيدة اللي هو يسمى بالchamber. الchamber هو الغرفة اللي انا ادخل فيها الباكت materials عشان يصير لها sterilization، وايضا بعد التعقيم اسوي unloading من نفس الchamber. chamber. هذه التشامبر من الداخل بذكر فيها جزئين. الجزء الأول اللي هو في الأعلى اللي هو الستيم انترنس، هنا يدخل فيه الستيم المادة المعقمة، والجزء الثاني يسمى الدرين، واللي هو الجزء الذي يخرج منه الاير وأيضا يخرج منه الستيم. طيب الآن نعود إلى two basic cycles لنتفكر بداية. بعد إغلاق باب جهاز التعقيم ماذا يحدث للأير للهواء في داخل التشامبر؟ حتى تتم عملية التعقيم الهواء داخل التشامبر وداخل اللود has to be removed. لازم أسوي removing للأير علشان يدخل الستيم وسوي تعقيم، طيب حتى لا يعيق الأير أو الهواء في عملية التعقيم. طيب كيف يتم ذلك؟ حسب
السايكل المستخدمة يتم إخراج الهواء من التشامبر، ويتم إخراج الهواء بطريقتين. الطريقة الأولى للجرافيتي ديسبليسمنت، والطريقة الثانية هي الميكانيكال أسيستنس أو البري فاكيوم سايكل، وهو الديناميك إير ريموفل. طب بالنسبة للجرافيتي سايكل، يدخل الستيم داخل التشامبر ويطفو داخلها، طبعا الستيم درجة حرارته أعلى وما إلى ذلك. يستخدم هذا الستيم في إزاحة الهواء، وحرفيا يتم اللي يحصل بداخل الشامبر أن الستيم يدخل من فوق ويدفع الهواء إلى خارج الشامبر من خلال الدرين. ومن بعدها لما يصير تقريبا كل الهواء مفرغ من الشامبر واللي موجود عند الستيم، تبدأ عملية التعقيم. النوع الثاني اللي هو البري فاكيوم سايكل is almost كل الاير اللي يكون موجود بالتشامبر completely evacuated from the chamber قبل ما يحصل عملية التعقيم، او قبل ما يدخل الاستيرلايزنج ستيم الى التشامبر. يتم فيها تفريغ الهواء عن طريق بامب او ستيم اجكتر سيستم، وتتم هذه العملية خلال البري كونديشنينج فيز والبيرير تو ستيرلايزنج، يعني في خطوة من الخطوات في المشين اللي هي البري كونديشنينج قبل ما تتم عملية الستيرلايزيشن. هنا يتم الريموفينج او يسوي ايفاكويشن لكل الهواء الموجود ثم يدخل الستيم عندي. ايضا في اختلاف اخر بالنسبة للبري فاكيوم والجرافيتي سايكل اللي هو درجات الحرارة. فمثلا البري فاكيوم او البري فاك يسمونه، يكون درجة حرارته ما بين 132 سلسيوس او درجة مئوية الى 135 درجة مئوية تقريبا. اما بالنسبة للجرافيتي سايكل يكون في درجة حرارة 121 درجة مئوية او اكثر. معلومة اخيرة عن الهاي تمبرتشر ستيرلايزيشن، بأنه تسمى أجهزة التعقيم التي تستخدم الستيم تحت ضغط بالأوتوكلاب تسمى بالأوتوكلاب أوتوكلاب. الآن ننتقل إلى النوع الآخر من الميثودز أوف ستيرلايزيشن، لو تمبرتشر ستيرلايزيشن، أو ما يسمى أيضا بالكيميكال ستيرلايزيشن. وسبب هذه التسمية أنه يستخدم مواد كيميائية لعملية التعقيم. النوع الأول إيثيلين أوكسايد أو اختصاره ETOH or ETO. هذا النوع لم يعد يستخدم بسبب المخاطر التي يسببها على فني التعقيم الطبي. النوع الثاني هيدروجين بيروكسيد غاز بلازما H2O2، والنوع الثالث هو بابرايز هيدروجين بيروكسيد VH2O2. هالنوعين هم الأكثر شيوعا بالاستخدام على عكس النوع الأخير اللي هو أوزون ستيرلايزيشن O3. لو تساءلت بالنسبة للهاي تمبرتشر ستيرلايزيشن، كما ذكرنا سابقا أن من مميزاته أنه سريع fast efficient وأيضا relatively inexpensive، ما في تكلفة عالية حتى نعمل sterilization. طيب ليش لجأنا إلى low temperature sterilization؟ Why do we need to use low temperature sterilization؟ السبب الأول هو أن ال reusable medical device قد يكون heat sensitive، لا يتحمل درجة الحرارة العالية الموجودة في High temperature sterilization، وبالتالي نلجأ إلى الطريقة الأخرى وهي low temperature sterilization chemical sterilization. السبب الثاني أن reusable medical device يكون must be sterile. إيش يعني must be sterile؟ يعني حسب Spalding classification هو critical، وبالتالي لازم نسوي له sterilization، وبنفس الوقت هو heat sensitive. ما هو الحل؟ heat sensitive critical. الحل هو اللجوء إلى low temperature sterilization. طبعا تحديد الميثود of sterilization المناسبة لـ any reusable medical device نجدها في المانيفاكتور instruction بالـ IFU. All what you are looking for بيكون بالمانيفاكتور instruction. قسم التعقيم الطبي بكل خطواته، بداية من decontamination area وصولا إلى sterile storage، متطلبات وأساسيات تساعد في أن المريض سيكون بأمان والعاملين الصحيين حتى نثبت فيها جودة العمل، ومنها مثلا record keeping.
هذه الأساسيات تؤول إلى الهدف الرئيسي أو الأساسي في قسم التعقيم الطبي بما يسمى بالـ Level of Quality Assurance، وهو وجود 0% من الأخطاء (0 percentage of error). طب لو سألنا نفسنا How to make sure that each and every surgical instrument and set is safe to use on patient؟ الإجابة ستكون Monitoring، المراقبة. طبعا المراقبة لها أقسام عدة وكثيرة. الأقسمين الأساسيين فيها اللي هم Visual Monitoring و Recorded Monitoring. بالنسبة نأخذ مثال على Recorded Monitoring. Recorded Monitoring مثل Monitoring of Environment. Environment لمونيترينج هذه مثلا تكون في كل area من الأريز في قسم التعقيم الطبي، نشيك فيها بشكل دوري Temperature، Humidity، Air Exchange Per Hour، وأيضا Air Pressure، للتأكد بأن البيئة العمل مناسبة للعاملين الموجودين عندي أو الموظفين في قسم التعقيم الطبي، وأيضا مناسبة للحفاظ على سلامة الانسترومنتس الموجودة. طب النوع الثاني مثلا Visual Monitoring، تأكد من أن كل من يدخل مثلا قسم التعقيم الطبي يلبس Personal Protective Equipment PPEs، وأيضا الزوار اللي يدخلون قسم التعقيم الطبي مثل مهندسين الصيانة، مندوبين الشركات، غير البي بي ايز في عندي، التأكد من أن الكل يعمل هاند هايجين، يؤدون العمل بالطريقة الصحيحة. بهذا مثالين فقط، يوجد أمثلة عديدة وكثيرة في كل خطوة من خطوات التعقيم الطبي. بشكل عام جودة العمل تعتمد بشكل كبير على الفريق كاملا، كل موظفين التعقيم الطبي أو العمل الجماعي تيم وورك، حيث أن كل فرد في قسم التعقيم هو جزء من مهم من أجزاء في المساعدة التي تسهم في المساعدة من التأكد بجودة العمل ووجود حلول لتكوين بيئة مناسبة للعمل، وأيضا وجود أو الحصول على نتيجة جيدة بجودة ممتازة خالية من الأخطاء. أيضا في اختبارات أو تيست نعمل من خلالها مونيترينج لعمل الأجهزة وكثير من الخطوات. هذه تيست must be performed in the machine، وتكون هذه التيست daily أو at least weekly حتى نتأكد من جودة عمل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى أن مثلا الباك ماتيريال أو الانسترومنتس اللي سوينا لها تعقيم تكون لها أيضا تشييك. مثلا في عندي باك ماتيريال سوينا لها sterilization، بعد ما تطلع من sterilizer وتشيك كمان هذه monitoring، وتشيك الاكسترنال indicator والتيب اللي موجود فيها. بعد كذا في غرفة العمليات هذه سيكون الانترنال indicator عشان نشيكون ان هذه الباك ماتيريال او الانسترومنت حصل لها sterilization. so monitoring موجود عندي في كل الخطوات. الآن سوف نتكلم بتفصيل أكبر عن Test and Monitoring في قسم التعقيم الطبي. النوع الأول Physical Monitoring الفيزيائي، النوع الثاني Biological والحيوي، والنوع الثالث Chemical Test. سنأخذ كل واحد منهم على حدة. بالنسبة للPhysical Monitoring، النوع الأول فيها هو Burnt Out. Burnt Out ممكن ألقاه في الكارت واشر، في الواشر ديسنفكتر، في الستيريليزيشن ماشين، ولكن تركيزي في هذا العرض بيكون على الستيريليزيشن ماشين، سوف نتكلم عنها بتفصيل. بالنسبة للبرنت اوت، هو أول خطوة أقدر من خلالها أشيك أو أعمل مونيترينج أن هذا الستيريليزيشن بروسيس تمت بشكل صحيح أو حصل فيها فيلير أو مشكلة، ومن بعدها أبدأ ريكول. بالنسبة للبرنت اوت أيضا يتم فيه تشييك عدة parameters: time, temperature, saturated steam, pressure record, digital print out and gauges اللي فيه اللي هو من خلالها يكون فيه pressure، وتكون كلها حسب manufacturer instruction. يتم فيها التأكد ان هل parameters هذه كانت صحيحة حسب اللود والسايكل اللي انا ابغاها او في خطأ معين حصل. نتكلم عن print out متى اقدر اشيكه. كما ذكرت ان البرنت اوت هو الخطوه الاولى لان اقدر اسوي من خلالها مونيتورينج. اول ما يصير السايكل كومبليتد اسوي كراك للدور اوف الستيرلايزر ماشين، then after that بشيك البرنت اوت وشيك البارامترز الموجوده فيه. طب الان انا قدامي برنت اوت،
كيف أقدر أشيكها وكيف أقدر أحدد ما إذا كان البرنت أوت أو اللي أنا أحتاجه موجود بشكل صحيح أو في خطأ معين حصل. أول نقطة أشيك إذا السايكل اللي أنا حددتها أو اللي موجودة هي صحيحة أو خطأ. بريفاك سايكل فور إكزامبل هنا اللي هي البريفاكيوم سايكل. ثم بعد ذلك أنتقل لهنا النقاط المحددة أو الحروف. أول حرف ألاحظ حرف السي. ما هو حرف السي وإيش يحصل فيه؟ حرف السي هو الكونديشنينج فيس. كونديشنينج فيس ويتم خلال الكونديشنينج فيس air removing from the chamber ويتم بطريقتين: dynamic air removal type steam sterilizer اللي هو النوع الأول, أو النوع الثاني اللي هو gravity cycle. بالنسبة للبريفاك يتم بالنوع الأول هو dynamic air removal type steam sterilizer عن طريق بس أو باستخدام vacuum system نظام تفريغ, أو أيضا باستخدام سلسلة من steam flush and pressure pumps. أما بالنسبة للجرافيتي سايكل كما ذكرت سابقا اللي يحصل إن الستيم يعمل إزاحة حرفيا للأير ويخرج الأير من خلال الدرين اللي موجود في أسفل التشامبر. الآن بنتقل للحرف الثاني اللي هو حرف الأس اللي موجود هنا. ما هو الأس؟ هو exposure phase. هنا يتم عملية التعقيم. بعد إخراج الهواء في الخطوة الأولى اللي هي conditioning phase, هنا بالexposure phase حرف الأس يتم إغلاق الدرين ويستمر الستيم بالدخول إلى التشامبر فبشكل سريع يتم زيادة الضغط وزيادة درجة الحرارة temperature إلى أن يصل إلى مستوى محدد مسبقا. هنا تدخل السايكل في مرحلة تعريض الأيتمز إلى ستيم عند درجة حرارة وضغط معين في زمن محدد أيضا لتعقيم الأدوات. الآن ننتقل إلى حرف الـ E اللي هو النقطة الأخيرة, ومن خلالها يتم تفريغ الستيم. طب ماذا يعني حرف الـ E؟ هو الـ Exhaust Phase. في هذه الخطوة من السايكل يتم التفريغ, والتفريغ يتم من خلال الدرين الموجود في أسفل الشامبر مثل ما ذكرنا سابقا, ومن خلال الدرين يتم إخراج الستيم. هنا يقل الضغط في الشامبر ويتم السماح لللود بأن يحصل له تجفيف. الآن تأكدت من البريمترز اللي أحتاجها, تأكدت من كل هذه النقاط, أرجع لي هنا تشيك سريع, وبعد ذلك لازم بالنسبة للريكورد كيبينج أروح للبرنت أوت وأحط توقيعي بأني أنا فلان تأكدت من هذا البرنت أوت بأنه تم بشكل سليم والسايكل كومبليتد. نقدر ننتقل من بعدها إلى سايكل أخرى. النوع الثاني من الفيزيكال مونيتورينج هو documentation and record keeping. بالنسبة للdocumentation تتم بطريقتين, إما manually تكتب باليد أو printing and informative adhesive card من التراكينج سيستم. طيب ما هي المعلومات المفروض يتضمنها هذه الريكوردز؟ عندي cycle parameters, test results, loaded items and quantity, sterilizer cycle and load number, و finally date and of sterilization. هذا مثال على steam sterilizer daily load record. ناخذه بصورة أوضح وأكبر الآن. النوع الثاني من التست and monitoring والبيولوجيكال تست. البيولوجيكال تست ممكن استخدامه في high and low temperature sterilization, وهو أحد أهم sterilizer monitors في قسم التعقيم الطبي للفنيين. طيب كيف يكون البيولوجيكال تست؟ ما هو البيولوجيكال تست؟ البيولوجيكال تست يكون في أمبولات كما هو موضح هنا, وتحتوي على شريط ورقي paper strips مشربة أو مغموسة مع كمية محددة من البكتيريا سبورز الجراثيم البكتيرية, وأيضا تحتوي هذه الأمبولات على مادة سائلة لنموها تسمى هذه المادة بالgrowth media. هذه الميديا توفر مصدر لأي بكتيريا تبقى عايشة بعد عملية التعقيم, وبالتالي تسمح لها بالنمو والتي ستساعد على تحديدها أو الكشف عنها.
بعد عملية التعقيم. طيب ما نوع البكتيريا سبورس اللي ممكن تكون في هذه الأمبولات؟ نوعها يختلف حسب الميثود اوف ستيريلايزيشن المستخدمة، حيث تكون هذه البكتيريا سبورس الأكثر مقاومة لعملية التعقيم المحددة، وبالتالي نختبر من خلالها عملية التعقيم إذا قتلت هذه البكتيريا سبورس، وبالتالي اللي هو الأكثر مقاومة لعملية التعقيم هذه صعب يموت فيها إذا قتلته، وبالتالي تقدر أي نوع من أنواع البكتيريا الثانية اللي ممكن تكون موجودة في الريوزبل ميديكال ديفايس أو في الباكس اللي موجودة في اللود قد تم تعقيمها بنجاح. إذا كانت كل الظروف ملائمة لقتل السبورس في هذا الجهاز، وبالتالي كل الايتمز الموجودة تم تعقيمها بنجاح، والتي سيتم الكشف عنها يتم الكشف عنها في جهاز يسمى بالإنكيبيتر حسب المانيفاكتشر انستركشن. هذه الأمبولات اللي تدخل في عملية التعقيم تسمى بالتست فايل، وتكون في BCD. الآن بشرحها. هذه التست فايلز هي الفايلز التي أو البيولوجيكال إنديكيتر اللي تسمى يختصرونها أيضا BI، هي اللي تدخل في عملية التعقيم، يتم مقارنتها في إنكيبيتر مع كنترول فايل والتي لا تدخل في عملية التعقيم. إذا تست تدخل في عملية التعقيم نقارنها في فايل أخرى لا تدخل في عملية التعقيم. لعملية التعقيم الناجحة متوقع أن في الإنكيبيتر يكون نتيجة التست فايل سلبية ونتيجة الكنترول فايل إيجابية. تمام؟ يوجد شرط مهم للتست فايل والكنترول فايل حتى يتم مقارنتهم في بعض، يجب أن يحتووا كل التو فايلز على نفس اللوت نمبر. مثال على البكتيريا السبورس اللي ممكن تكون موجودة داخل هذه الفايلز: جيوباسيلس تيوثيرموفيلس. كل هذه المعلومات يتم عمل دوكيومنتيشن لها، وحسب سياسة وزارة الصحة يتم الاحتفاظ فيها لمدة سنة كاملة. نرجع الآن إلى BCD. ذكرت أن BCD Persistent Challenge Device اللي يدخل في عملية التعقيم، هذا هو شكله، يدخل كما هو مغلق، وبعد عملية التعقيم نفكه وندخله في الإنكيبيتر. طبعا الطريقة تكون حسب المانيفاكتور انستركشن. BCD أو Persistent Challenge Device مصمم لتحدي ظروف sterilization cycle، ممكن تكون إما محضرة من نفس المصنع بهذه الطريقة أو يتم تحضيرها في المنشأة الصحية. طبعا هذه محضرة من المصنع، يكون في داخلها BI vial biological indicator، ممكن أيضا تحتوي على integrator معها. بالنسبة معلومة سريعة اللي ممكن يتم تحضيرها في المنشأة الصحية، حسب الأمي تكون في يجيبون 16 towels. طيب وال 16 towels ما بين الثامنة والتاسعة يضعون الفايل تبع البيولوجيكال انديكيتور هذه، وممكن كمان الانتجريتور. الآن هذه BCD تعتبر محاكاة لهذه الطريقة وتكون جاهزة لنا بهذا الشكل. طيب ما هو بروتوكول استخدام BCD؟ يتم التعامل معها مثل الباكس الأخرى، بحيث نضع عليها ليبل أو اللي يسمى الستام في اللود نمبر ومعلومات الاسترلايزر اللي دخلت فيها، وأيضا مهم أن تكون هذه المعلومات قبل عملية التعقيم، وموضوعها يكون بالتشامبر حسب المانيفاكتشر انستركشن، ونشغل السايكل وبعد عملية التعقيم يتم اختباره. هذا هو أحد أشكال الانكيبيترز المستخدمة في قسم التعقيم الطبي للبيولوجيكال انديكيتر BI، ويتم استخدامه حسب المانيفاكتشر انستركشن دائما. طيب نقرأ المعلومات هذه اللي قلناها على السريع: To indicate if the spores present after the sterilization process, نستخدم الـ biological indicator. It's important to follow the BI manufacturer, always following the manufacturer, اللي هو الـ IFU. Incubation result is very important for recall
if positive، إذا كانت test vial positive الآن يعني هنا في مشكلة في عملية التعقيم وبالتالي نعمل recall. Control vial should have same lot number of test vial، لازم يحتوون على نفس اللوت نمبر. طيب يكون موضح على كل فايل. Documentation for one year is mandatory، أساسي حسب وزارة الصحة أو سياسات وزارة الصحة. النوع الثالث والأخير للتست and monitoring اللي هو الكيميكال تست. ينقسم الكيميكال تست إلى 6 أنواع from type 1 to type 6. بتكلم عن كل واحد منهم حسب الأيمي اللي هي Association for the Advancement of Medical Instrumentation. نبدأ Type 1 with a process indicator used to show that the bag has been processed or not. وهو التيب. التيب اللي هو اللي يسمى أيضا بالإكسترنال إنديكيتور، يكون بشكل خارجي للباك آيتم. يعني مثلا أنا عندي يعني ست وسوينا لها رابينج بسبيل المثال، أروح وسكرها في تيب، والتيب بيكون فيه هذه العلامات الخضراء. بعد الاستيرلايزيشن بيتحول اللون إلى أسود، وبالتالي أقدر أعرف أن هذا يعني بنظرة أولى بس أن الآيتم هذا استرد أو أنه مر استرل وأنه مر في عملية تعقيم. طبعا ما مو شرط هذا الشكل، بس حسب المانيفاكتشر انستراكشن لازم أرجع له عشان أقدر أحدد من خلاله إذا التيب هذا بروسس ولا أن بروسس. النوع الثاني هو Type 2 Indicators for use in a specific test مثل البويدك. البويدك على سبيل المثال هو test to check what to check of proper air removal من ال pre-vacuum test sterilizer. نتكلم عنه إن شاء الله في الشرايح الجاية بشكل أوضح. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو Type 3 Single Variable Indicator React Single، يعني واحد فقط، وبالتالي it will react one of the critical sterilization time or temperature، بس variable واحد، متغير واحد. الآن type 4 اللي هو multi variable indicators. قبل شوي كان في type 3 كان single variable only، متغير واحد، أما type 4 هو multi variable indicators which will react with two or more of a critical sterilization variables مثل time and temperature. ننتقل لtype 5 of the chemical test is integrating indicator أو ما يسمى بالintegrator to react with all critical sterilization variables all okay مثل time, temperature and the presence of moisture. بالنسبة لtype 5 indicator أو الintegrator بيذكر أيضا أنه equal in performance to the biological indicator، ولكن it does not replace the routine of biologic monitoring. أما النوع السادس والأخير من الكيميكال تيست هو Type 6 okay؟ اللي هو هذا الانديكيتر يعمل لمحاكاة all the critical sterilization variables حسب أو for specific sterilization cycle. هذا هو توضيح للكيميكال تيست تايب 1 اللي هو الاكسترنال انديكيتور. اكسترنال يعني خارجي، طيب مؤشر خارجي اللي هو التيب، نقدر نحدد فيه ما اذا كان الباك ايتم هذا عندنا بروسس ولا ان بروسس، which will help to differentiate between process and process load. كذا كنظرة اولى اقدر احدد فيها مبدئيا فقط ان هذا الباك ايتم حصل له sterilization او لا عن طريق تغير اللون. طبعا نقدر نعرفه زي ما قلنا حسب المانيفاكتور انستراكشن. يختلف التيب حسب الميثود اوف sterilization المستخدمة. مثلا اذا كان steam sterilization يكون له cellulosic، واذا كان في low temperature sterilization اللي هو الكيميكال sterilization يكون non cellulosic. تمام، مثل نفس اللي يحصل في الباوتشز، الباوتش اللي يكون في steam sterilization بي الباوتش العادي cellulosic، اما cellulosic paper يعني قصدي، او اما في low temperature sterilization او الكيميكال sterilization اللي هو التايفك which is non-cellulosic paper. هذه هي الـ external indicator tape for steam sterilization. شوفوا كيف كان before وبعد ما حصل لعملية تعقيم كيف تغير شكله، وبالتالي هنا unprocessed وهنا
processed. بالنسبة لل external indicator tape for hydrogen peroxide sterilization which is chemical sterilization, low temperature sterilization, قبل عملية التعقيم كان بهذا الشكل وبعد عملية التعقيم صار processed بهذا الشكل. طيب as usual حسب المانيفاكتور instruction نقدر نعرف color changing للprocess والunprocess tape. ننتقل إلى type 2 اللي هو البيودك تيست which is daily pre sterilization testing. قبل ما نبدأ ندخل أي لود في الاسترلايزر من التست اللي نسويها اللي هو البيودك تيست. الآن نتحدث عن البيودك تيست. البيودك تيست هو يختبر هل تم إزالة كل الأير بشكل سليم من التشامبر. تمام؟ طيب؟ then هو is used to rapidly assess whether the dynamic air removal يعني هي ال pre-vac cycle steam sterilizers probably remove air from the chamber. لأن as we said في ال pre-vac cycle اللي هو ال dynamic air removal هذه الطريقة من ال sterilization air is almost completely evacuated from the chamber قبل عملية إدخال ال steam على التشامبر صح؟ وبالتالي كيف أقدر أختبر هذه النقطة عن طريق البيودك تيست؟ النقطة الثانية test should be done every day كل يوم نسوي هذا التيست للسترلايزيشن اللي بنستخدمها قبل ما نعمل أي عملية سترلايزيشن للباكت آيتمز تمام؟ وأيضا during sterilizer qualification testing. النوع أو النقطة الثالثة the biodic test bag should be run an empty load أو empty chamber تكون فاضية ما فيها أي backed items طبعا بتكون before قبل ما نبدأ أي عملية sterilization نتأكد من خلال test وهذا التست هو أحد أنواعها ونضعه place horizontally بشكل أفقي on the cart of or shelf اللي أو الراك اللي ندخلها في الاسترلايزر أهم شيء ما نحطها مباشرة في التشامبر بدون تدخيل راك لازم تكون على راك ولا شلف ولا كارت اللي تدخل في اللي نحط فيها الايتمز الباكت ايتمز نفسها هذه ندخلها فاضية ما فيها اي ايتمز ولكن فيها البويدك تيست تمام and بتكون موقعها طيب يكون over or near to the drain الدرين اللي يكون في اسفل التشامبر لانه النقطة اللي يخرج منها الاير صحيح في النقطة الرابعة if sterilizer doesn't pass نقول مثلا does not pass هذا التست وبالتالي في البيودك تيست ال personnel should determine whether the test should be retested نقدر نسوي التست مرة ثانية نحدد أو نعمل call for service مثلا الانجينير إيش يعني passed how to verify that the biodic test is passed or failed أول ما ندخل التست البيودك تست يكون في BCD وتكون في هذه القطعة يكون بهذا اللون لازم كل اللون طبعا حسب المانيفاكتور انستركشن كل هذا اللون يتحول إلى اللون المختلف مثلا هنا من الأصفر إلى الأزرق على سبيل المثال أو الأسود مثلا لازم كل الأصفر يختلف تماما ويصير أسود كذا أنا أقدر أحدد إذا هو باس ولا فيلد على سبيل المثال إذا كان في شوف لسه في هنا لون أصفر لسه في هنا لون أصفر لسه في هنا لون أصفر بشكل معين أو هنا هذا يعني فيلد في مشكلة في الأير ريموفل لهذه الاسترلايزر لازم كومبليتلي كل اللون يتغير من الأصفر إلى اللون الآخر الغامق هذا ننتقل الآن إلى الـ internal indicator مثل هنا عندي الـ integrator أو الـ integrating indicator type 5 أو هنا عندي type 4 اللي هو الـ multi variable indicator بالنسبة لهم يكونوا في داخل الست أو في داخل الـ backed item على سبيل المثال عندي set نضع فيها حسب ما هو محدد مثلا 2 or 1 of integrator بعدين بعد كذا نغلقها إما بالرابنج إما بالباوج أو إما بالريجيد كونتينر ويكون هذا الانتجريتور أو الانديكيتور بالداخل
بهذا السبب سموه internal indicator. طيب is an indicator strips and a challenge back to capture sterilization or disinfection failure through immediate result. طبعا مين اللي يقدر يشوف بعد عملية التعقيم هل تم أو لا؟ اللي هم في البوينت اوف يوز اللي في مثلا غرف العمليات، لما يفتحون الست يشيكون هذا الانديكيتور اللي هو بالداخل الانترنال انديكيتور. لودينج كونفيجريشن، ترتيب اللود على الراك قبل ما يدخل في جهاز التعقيم خطوة جدا جدا مهمة حتى نتأكد من ان الستيم كونتاكت والاير ريموفل حصل لكل الباكت ايتمز اللي بتدخل داخل اللود. The sterilization must be probably loaded to adequate air circulation عشان air circulation مناسب و draining of the condensation. تمام؟ So في عندي basic procedures for loading the sterilizer including هذا الراك. تمام؟ هذا الراك كيف أرتب داخله الباكت ايتمز؟ أولاً allow the proper steam penetration and avoid overloading. ما أحط كثير overloading، يعني أعبي اللود مرة كثير أضغطه في بعضه ما يصلح أو ممكن يأثر لي في ال steam penetration. We have to avoid it علشان ما يأثر في جودة التعقيم. تمام. 2 solid containers which is the rigid containers. هذه solid containers must be positioned so air can exist and steam can enter. طيب يعني مثلا ما احط شيء فوقها، ما احط سنتين فوق بعض، لازم تكون بشكل مريح حيث اني اسمح لي الاير يخرج من الباكت ايتم من الريجيد كونتينر والستيم يقدر يدخل. تمام. النقطه اللي بعدها there should be visible space between bag. Visible space يعني مساحة أنا أقدر أشوفها between the bag to allow the steam circulation and the drying. مثل هنا بشكل واضح بين هذه الباكت آيتم وهذه الباكت آيتم في مساحة أو مسافة أنا أقدر أشوفها حتى أسمح للsteam circulation والdrying. النقطة التالية هي when combining load. إيش يعني combining load؟ يعني يحتوي هذا اللود عندي على pill pouch، يحتوي عندي على wrapped item، ويحتوي عندي على rigid container. في هذه الحالة الأثقل هو اللي يكون تحت. طيب أولا مثلا ال rigid container يكون دائما آخر شيء من الأسفل، أو ما يكون فوقه، ما نحطه فوق wrapped item. نحط في بالنا pill pouch. طيب وعلى هذا الأساس بنرتب دائما pill pouch, wrapped item, rigid container. طيب pill pouch اللي هو الأخف يكون paper plastic، بعدين wrapped item، بعدين rigid container. rigid container وهنا فوق بعض، wrapped item تحتها wrapped أو wrapped item تحتها rigid، pill pouch تحتها paper، والرابنج عادي تحتها رابنج، البيل باوتش تحت البيل باوتش. تمام. دائما احط هذا على هذا الاساس، رابد ايتم يكون هنا، رابد ايتم ما يكون ابدا فوق البيل باوتش، بالنسبه للكونتينر ما يكون ابدا فوق الرابد ايتم. ليش؟ to prevent the condensation، ليه؟ حتى ما اقع في نقطه انه يحصل عندي تكثف للبخار إلى سائل وبالتالي بنقط على اللور باكس. يعني تخيل هذا الريجيد كونتينر رحت وحطيته على بيل باوتش، ممكن يحصل عندي كوندنسيشن أثناء تغير درجة الحرارة من درجة الحرارة العالية إلى المنخفضة ويصير يقطر على البيل باوتش، وبالتالي يصير عندي ويت لود، وهذا الويت لود ما يكون ستيرل وما أقدر أنتقل فيه إلى مرحلة تالية، لازم نرجع نسوي له ري بروسيس. النقطة اللي بعدها bag must be not touch the chamber wall. انتبه وانا مدخلة اللود داخل الستيرلايزر ماشين او داخل التشامبر ان ما يكون الايتمز هذه الباك ايتمز تلمس التشامبر او سطح التشامبر. طيب لازم تكون بعيدة عنها.
النقطة الأخيرة basin set should stand on an angle. هذه البيسن طبعا هي بتكون راب، بس هنا أن حطيناها كذا للتوضيح لكم، تكون بشكل مائل. ليش؟ لأن هنا مجوفة صح؟ فممكن يحصل مثلا كوندنسيشن لو حطيناها بالعكس، وبالتالي لما تبرد يبرد الستيم بعد لما والفيبر لما ينتقل إلى درجة الحرارة المنخفضة بعد عملية التعقيم ويصير في موية بالداخل. بالتالي الطريقة الأفضل أن نحطه بهذه الشكل للأسفل التجويف، ويكون أنجل يعني مائل. تمام، ننتقل الآن إلى الأنلودينج. بالنسبة إلى الأنلودينج، لما تكتمل عندي سايكل يصير سايكل كومبليت، الأوبريتور أو CSSD تكنيشن هو مسؤول أنه يعمل أنلودينج in the following manner. قسمتها أنا بهذا الشكل لأن كل خطوة بالتتالي جدا مهمة نقوم بها، ونتكلم في كل واحدة منهم على حدة. First, second, third، الأولى الثانية الثالثة. الخطوة الأولى هو crack the door open، الثانية pull the load out من داخل الشامبر عشان يصير لها أيضا cool down ونشيكها أيضا. أما بالخطوة الأخيرة unloading the items. الآن أول ما ينتهي اللود أو السايكل يصير completed، أول خطوة بسويها يعني أنا أفتح باب السيرلايزر ماشين. تمام، لكن في هنا نقطة جدا أساسية وتريك، إذا أنا ما سويتها ممكن كل اللي موجود أو الباكت آيتمز الموجودة على الراك داخل الشامبر نضطر نرجع نسوي لها البروسيس كاملا. طب كيف أتحاشى؟ أتبع الخطوات التالية حتى تبقى الباكت آيتمز كلها ستيرل وتنتقل إلى الستورج وتكون جاهزة للاستخدام على المريض، وما أضطر أسوي لها البروسيس. النقطة الأولى الأساسية المهمة هي شيء بسيط، أول شيء crack the door open. crack the door open يعني مثل كذا، هذا مثال عليه، شك الباب بس شك بشكل بسيط جدا، ما أفتح الباب كاملا بشكل واسع، لا شكل بسيط. ليش؟ طيب to prevent wet bags. wet bags يعني الباكت آيتمز اللي تكون موجودة ممكن تصير wet. wet يعني مبللة. طب كيف تصير مبللة؟ أنا الآن ألاحظ أن انتهت المشين من اللود وصار السايكل كومبليت، درجة الحرارة في الستيم ستيرلايزر بتكون عالية جدا، فأول ما تنتهي السايكل بديهي أن تكون لسه درجة الحرارة عالية. طيب لما أفتح الباب بشكل واسع يصير في عندي درجة حرارة أيضا في الغرفة أو في الأريا هذه اللي هي أبرد بكثير من درجة مقارنة بدرجة الحرارة الموجودة داخل الشامبر، وبالتالي الهواء أو الفيبر اللي يكون موجود لسه في داخل الشامبر إيش يصير له؟ لما تنخفض درجة الحرارة يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. طيب اللي هي هذه العملية تسمى تكثف أو condensation. هذه الحالة السائلة وين تروح؟ تروح على الباكت آيتمز ولا تروح على الراك نفسها؟ وبالتالي لما يكون أنا عندي wet bags ترفض، ما تعتبر ستيرل، يجب أن نعمل لها reprocess complete reprocess من البداية. الخطوة الثانية أول ما أسوي crack the door check the parameters من ال print out، مثل عندي ال correct parameters اللي تكلمنا عنها هنا إحنا في ال print out والcycle time load date كلها نشيكها. وأيضا فيما بعد يجي عندي نتأكد أن ال BI test file number حقها أو lot number حقها match the lot number of the control file. تمام؟ طيب إلى متى بخلي الدور crack كذا؟ يعني كم المدة؟ المدة تعتمد على حسب الايتمز اللي داخل المشين حتى تبرد وتقريبا تتعادل درجة حرارة الشامبر مع درجة حرارة الاريا في خارج المشين. طيب الآن تقريبا تعادلت درجة الحرارة ما بين الشامبر والاريا، الآن الخطوة الثانية اللي هي pull the load out، أسحب الراك وأطلع اللود خارج المشين أو خارج الشامبر ونخليه to cool down. طيب
الخطوة الأولى إذن unload the rack from the machine, pull the load out. إيش نسوي هنا؟ نسوي examine the load items in the load. طيب كيف نسوي examine؟ نشيك كذا بالنظر فقط، نشيك على كل اللود الموجود عندي بالنظر إذا كان في أي مشكلة. أي مشكلة يعني إيش؟ any visible signs of moisture، يعني إذا كان موجود عندي wet load مثلا مثل كذا، هذا ما هذه تعتبر unsterile. A wet bag is considered مثل ما قلنا unsterile ولا contaminated and must be completely reprocessed. هذا wet bag. مهم جدا كمان إن لما أنا أسوي unloading للراك أو الموجودة داخل الماشين، ينبغي أن تكون في مكان فيه low traffic، لا وأيضا ما يكون في مكيف أو مصدر يخرج منه هواء بارد موجه مباشرة أو بشكل قريب على اللود أو على الراك تبعي اللي توه خارج من الجهاز. طيب بعد إخراج الراك من الشامبر نخليه يبرد لبعض الوقت، إذا حسب الايتمز اللي موجودة تقريبا إلى نصف ساعة للسمول سيتس والبيل باوتش. طيب أما بالنسبة للايتمز اللي تكون ثقيلة مثل الأورثوسيتس وما إلى ذلك تبقى مدة أطول طبعا حتى يصير لها كولينج داون تبرد، ولكن مهم جدا ننتبه أنها ما تبقى كولينج داون لساعتين أو أكثر. طبعا يعتمد وقت الكولينج داون على عدة عوامل مثلا نوع الاسترلايزر المستخدم، تصميم الجهاز، الباكينج ايتم نفسه اللي يحصل لها تعقيم، درجة حرارة الغرفة، وايضا الرطوبة، لان الباكج ممكن يكون لسه باقي فيه ستيم فيبر. طيب ومن المهم ان خلال مرحلة الكولينج داون معرفة ان اذا تم لمس الباكج، طيب لما اروح والمس الباكج ايتمز البخار الموجود، صح قلنا لسه فيه بستيم بيبر ممكن يكون لسه فيه باقي، فالبخار الموجود ممكن يحتوي على مايكرو اورجانيزمز انتقلت من وين؟ انتقلت من يدي انا لما المسها وهي لسه ما صار لها كولينج داون، تنتقل المايكرو اورجانيزمز من يدي على الفيبر الموجود على الباكت ايتمز، وبالتالي يعمل كونتامينيشن للايتم ونضطر نسوي لها ريبروسس. طبعا هنا بالنسبة للمويستر او الويت لود يجب معرفة ان في هذه النقطة يجب، هذه علامة تدل على ان كل ايتم في هذا اللود يجب نشيك عليه، كل الايتمز في ويت ولا ما في ويت، ولكن مرة اخرى ننتبه ان التشيك يكون بالنظر ما نلمس. It's still cooling down. لسه ما انتهى وقت الكولينج داون. طبعا هنا keep printed records of each cycle parameters. هذه الريكوردز مثل ما قلنا سابقا ريكورد كيبينج لكل خطوة من خطوات عملية التعقيم لتأكد من جودتها. في نفس هذه الخطوة بنشيك على الاكسترنال كيميكال انديكيتور اللي هو تايب 1 تيب اذا كان بروسيس او لا. تمام. We will allow the load to cool at room temperature. We will ensure that the cool down occurs in traffic free area. ولقينا low traffic. وننتقل بعدها بعد ما صار cool down ووصلت درجة حرارة الغرفة، ننتقل إلى unloading the items. Unloading the items يعني نشيل الباك items خلاص سترب نحطها في case cart ولا نقلها حتى نعمل نصل بعدها إلى مرحلة transportation و sterile storage وتكون جاهزة للاستخدام على البيشن في مكان آمن ومناسب يحافظ فيها على جودة sterility للباكد items. طبعا في هذه الخطوة ننتبه أن every step is a checkpoint step even after sterilization. بعد sterilization وأنا جالس أسوي unloading الباكد من الراك إلى الكارت عشان أوديها للترانسبورتيشن إلى أن تنتقل إلى الستورج، في هذه الخطوة أيضا أشيك على كل الباكت آيتم موجودة عندي. على سبيل المثال مرة لما كنا نشيك هذه البيل باوت باكت آيتم، طبعا هي شارب من هنا، وبالتالي لاحظنا أن الشارب هنا سايد شق
البيبر بارت في البيل باوتش وصار بهذا الشكل، وبالتالي it's not sterile, must be processed again, reprocess. طيب في نقطة الانلودينج انتبه ان الهاندلنج اوف ستيرل باكجز يكون اقل ما يمكن، ما اكثر اني انا امسكها من هنا وانقلها الى مكان اخر ثم من المكان الاخر الى التالي ثم الى ان تنتقل الستورج، لا، حتى الكارت لما بسوي انلودنج من الراك اللي طلعت من التشامبر على الكيس كارت قبل ما اغلقها احاول اقربها عشان ما يحصل اي مشكلة، ما تطيح مني، ما انقلها من مكان الى اخر عدة مرات، قلل الهاندلنج هنا حتى احافظ على جودة الاستيريليتي للباكد ايتمز. كذا نكون غطينا على المحور الاول لهذه المحاضرة من الاستيريليزيشن، وهو الاستيريليزيشن. الان بننتقل الى المحور التالي وهو الستيريل ستورج اريا الذي يتم فيه تخزين الباك ايتمز بعد عملية التعقيم وتكون جاهزة للاستخدام على البيشنت. نتعرف عليها الآن سويا. الآن أنا بسمي هذه منطقة أي مثلا، هي المنطقة اللي أنا بسوي فيها اللودينج للباك ايتمز بعد عملية التعقيم، بنقلها إلى نقطة B اللي هي الستورج اريا اللي في يكون فيها المواد المعقمة كلها، نحافظ عليها في الستورج اريا. كيف يتم عملية الانتقال؟ هذه تتم من خلال كيس كارت. طيب تتم خلال كيس كارت، معليش على الرسم بس احاول اوضح ايش هي الكيس كارت. هي هذه الكيس كارت لازم اثناء عملية النقل we have to follow a correct hand hygiene حتى نقلل من فرصة حدوث contamination أو contaminating items in the cart. طبعا وين الايتمز تكون موجودة؟ داخل هذه الكارت بعد ما طلعت من جهاز التعقيم في هذه النقطة، نسوي لها unloading وندخلها في هذا الكيس كارت، نغلقها ننقلها إلى نقطة B وبنقطة B وهي sterile storage. تمام، ونحاول نحافظ على الهاند هيجين، لا we have to follow to take care of it. خلال مسيرتي من A إلى B من هذه المنطقة إلى منطقة الستورج أنتبه أن ما يصير أترك الكاردز أن أتندد، يعني مثلا أنا هنا معها أدف الكيس كارت هذه، طيب ما يصلح أخليها في هذه النقطة وأروح مكان ثاني بعدين أرجع لها مرة ثانية، ما ينفع، لازم مباشرة تماما مباشرة من نقطة ألف إلى نقطة باء بدون توقف. تمام، خليني بمسح بس هذا الكلام. حاولت أرسمها بشكل أفضل. الآن when deliveries are completed the sterile storage area، خلاص فرغت كل ما هو موجود عندي في الكيس كارت هذه في الستيرل ستورج اريا على الشلفز، bring your cart back again to the CSST أو bring the cart again to the CSST. تمام، بالنسبة للكيس كارت علشان أنا أعملها decontamination مثلا بعد ما أنقل فيها مواد يوصلني فيها مواد decontaminated الى قسم سي اس تي الى الديكنتام اريا تو دو ريبروسس فور ات ريوزابل ميديكال ديفايس اللي موجوده داخلها، طبعا تصير كونتامينيتد صحيح. سو الامتي كارد هذه تكون فاضيه تماما، دخلها في اسوي لها بروسيسنج في كارت واشر. كارت واشر يعمل لها كليننج وديس انفكشن. في بعض المنشآت الصحية لا يوجد بها كارت واشر، نقدرون نسوون فيها manually cleaning and disinfectant if it's not available، طبعا تكون as per local policy. حتى أحافظ على sterile transportation اللي بيكون من نقطة A إلى نقطة B، طيب حتى أحافظ على الايتمز عندي sterile في نقاط معينة أتبعها. النقطة الأولى closed cart ideally closed or at minimum covered to protect sterile items. انا في عندي sterile items في داخل هذه الكارت، لازم اكون محافظة عليها، لازم تكون مغلقة او covered عشان احافظ عليها من ان يحصل لها
الـ contamination risk من خلال انتقالي في الـ areas من مثلا في كوريدورات المنشأة الصحية هذه. طيب الـ closed cart also reduce the chance of the items to falling out of the cart. ممكن تطيح الـ items إذا ما كانت مسكرة الـ closed cart، صحيح؟ النقطة الثانية اللي هو correct size and weight. الكارت لازم تكون في حجم مناسب ويناسب أيضا الشبز اللي تكون موجودة فيه أو الرفوف اللي تكون فيه، تحمل الايتمز بشكل سليم حيث أنها ما تطيح على بعض، وأيضا ما تكون مرصوصة الأغراض أو الباكت ايتمز داخل الكيس كارت فوق بعض مرصوصة ومضغوطة. طيب انتبه من هذه النقطة. بالنسبة للكيس كارت أيضا، the card needs to be cleaned effectively before returning to the used NCSSD في الكارت واشر أو مانيولي مثل ما قلنا في الشريحة السابقة، وتكون أيضا مناسبة لأن تدخل في الكارت واشر المتوفرة عندي في القسم، حتى أو أن مثلا في لها مكان مناسب عشان يصير لها مانيول كلينينج أو تنظيف يدوي مناسب and disinfection. بالنسبة للخطوة الأخيرة أو النقطة الأخيرة اللي هي servicing، طبعا الكيس كارز هذه اللي نسوي فيها transportation تكون مبنية من مواد، هذه المواد تستطيع أن تتحمل الديلي يوز. بالنسبة للدورز والشيلفز الويلز اللي هي الكفرات تبع الكيس كارز كلها must be maintained، لازم أنا أراقبها وأشيك عليها دائما حتى تكون آمنة للاستخدام أثناء عملية التنقل. بالنسبة للهاندلينج أو التنقل، أحاول أقل القدر المستطاع من أني أنا أنقل الآيتم أو الستر الآيتم من مكان إلى آخر، علشان الهاندلينج هذا أمسكها من مكان إلى آخر قد يؤثر لي في الستيريليتي للباك آيتمز أو الستيريل باك آيتم. بالنسبة للكيس كارت اختار الحجم المناسب للترانسبورت كارت اللي انا بسويه اللي بستخدمها في قسم التعقيم الطبي، وايضا تكون متناسبة مع الكارت واشر مثلا اللي بتم استخدامها، تكون متناسبة مع بشكل صحيح مع كل العملية اللي انا بأديها. بالنسبة لنقل الباكت ايتمز، I can bring any required documentation عشان أسجل في كل الايتمز اللي سويت لها delivery. أيضا we will perform hand hygiene. الهاند هايجين يكون مرتين، أثناء ما أنا أعبي في الترانسبورت كارت الباكت ايتمز بعد الاستيريليزيشن. طيب هنا قبل ما أبدأ بنقل الباكت ايتمز من الراك على الاستيريليزيشن راك إلى الترانسبورت كارت أسوي هايجين قبل، وأيضا قبل كلها قبل أن أبدأ أفضي أو أفرغ الترانسبورت كارت من الستيرل آيتمز إلى الشيلفز في الستيرج أريا، كمان قبلها أسوي هاند هايجين. تمام. النقطة اللي بعدها، قبل عملية الترانسفيرينج آيتمز أحاول أقرب الترانسبورت كارت قدر المستطاع من المكان اللي فيه الباكت ايتمز او الستيرل باكت ايتمز هذه، حتى اقلل من فرصة او حدوث خطورة مثلا انه يكون في يسقط مني هذا الباكت ايتمز على الارض او ما الى ذلك، عشان لا انا اذي نفسي ولا كمان اضطر اني اسوي ريبروسس لكل العملية. ايضا place the heavier items من هذا المنطلق اللي هي الاثقل، الايتمز الاثقل احطها اما بالميدل شلف اللي هو المنتصف او باللور شلف اللي هو بالاسفل، ايضا هنا لنفس السبب او كمان عشان صحة الـ CSSD technician، وايضا علشان اقلل من فرصة سقوطه. يعني نتخيل ان مثلا heavy items كان موجود على الهاير شلف، ممكن ان لما نجي نحاول ننزله نسبب او نضع نفسنا في نقطة خطورة، ممكن يتأثر فيها الستيريليتي، ويتأثر فيها الستيريليتي أكيد لما تسقط في الأرض، وأيضا ممكن يؤثر على الانسترومنت، والأهم هو نفس الـ CSSD technician ممكن يتأذى. Sterile storage area، وجود
sterile storage area لقسم التعقيم الطبي هو متطلب أساسي ومهم، يتم تخزين فيه الأدوات المعقمة، حيث أنه يتم الاحتفاظ بـ reusable medical devices المعقمة في باك في منطقة اللي هو المخازن للمواد المعقمة، حتى الظروف البيئية بها تكون محددة ويتم مراقبتها بشكل دوري للمحافظة على sterile items في وعلى جودتها، وتكون آمنة في بعد ذلك الاستخدام على المريض. طيب الظروف اللي ممكن تتم مراقبتها مثل temperature, humidity اللي هو الرطوبة، وأيضا air pressure. يوجد في مخزن المواد المعقمة رفوف قابلة هذه الرفوف للغسل، وأطرافها تكون دائرية غير حادة. تخيل مثلا أنا هذه الراب آيتم حطيتها في على رف، وكان هذا الرف سويته حادة، إيش ممكن يحصل؟ ممكن أن مثلا يشقل الرابينج ماتيريال اللي أثر عليها، وبالتالي أكيد بيأثر على الاستريليتي، وبالتالي it's not sterile anymore. لازم ترجع إلى القسم التعقيم الطبي to do reprocess. وبالتالي الديزاين حق هذه الشيلفز أو الرفوف مصنوعة بشكل دائري round edges، الأطراف حقتها round دائرية to avoid damage of the packaging material. بالنسبة للنقطة الأخيرة، يوجد أيضا transport cart لنقل الأدوات المعقمة والحفاظ على وجودتها أثناء نقلها اللي ذكرناها قبل قليل أثناء عملية transportation. The requirements for safe sterile storage. يوجد متطلبات للحصول على safe sterile storage area. أولاً، كما تعرفنا أن الاسترال ستورج هو مخزن الأدوات المعقمة والتي تكون جاهزة للاستخدام على المريض. نضع بعين الاعتبار أنه طالما هي سترال آيتمز، وبالتالي يمكن أن يحصل لها contamination أو تتلوث بشكل سهل، وبالتالي تؤخذ احتياطات وشروط لهذه المنطقة حتى نبقى متأكدين من أن الآيتمز كلها سترال وآمنة للاستخدام على البيشنت. حتى وإن كان هذه الآيتمز أو السترال آيتمز في عليها باكجينج، يعني مثلاً rigid container، بيل باوج، رابينج ماتيريال، مع ذلك يجب المحافظة عليها حتى وإن كان هذا الباكجينج ماتيريال عليها، تبقى لسه معرضة للكنتامينيشن، ويجب حمايتها من وقوع حادث قد يجعل منها غير معقمة أو ما تسمى بالأنستيرل. طيب كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق توفير بيئة آمنة ومناسبة، ويمارس بها بشكل مستمر ما يسمى بالGood Handling Protocol للتعامل مع الستيرل آيتمز. نشاط الموظفين في الستيرل ستورج أريا، وأيضا الظروف الموجودة مثل Temperature Humidity والAir Pressure، كلها تؤثر على الآيتم Sterility. يعني نتعامل مع مثل المنزل، إذا ما كانت الأغراض محمية بشكل سليم وصحيح ممكن تخرب، ممكن يحصل لها مشاكل كثيرة. بالواقع خطوة الستيرل ستورج أريا من أين تبدأ؟ تبدأ من خطوة فتح باب جهاز التعقيم، من هنا نبدأ في مرحلة الستيرل ستورج أريا إلى أن نضعها على الشلف. طيب بعد نهاية السايكل تبدأ عملية الستيرل ستورج، أو أيضا من خطوة استلام إمدادات من أو سبلايز أخرى. مثل ما قلنا، حماية هذه الأدوات من التلوث تبدأ من الاهتمام في بيئة المنطقة ومكانها والنشاط الذي يتم بها. الهيوميديتي تكون ما بين 30 إلى 60%، بالنسبة للتمبرتشر تكون من 20 إلى 23 درجة مئوية. هذه التمبرتشر عند humidity control، يعني يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة ما بين 20 إلى 23، والهيوميديتي من 30 إلى 60%. حيث أن لما الهيوميديتي مثلا أنا أعطتني هذا الأفرج من 30 إلى 60%، إذا قلت عن 30%، طيب ما إيش اللي ممكن يحصل؟ ممكن تقلل لي من كفاءة البارير للباكجينج ماتيريال، وايل اكسس هيوميديتي اللي هي أكثر من 60% وأكثر من
20 إلى 23 درجة مئوية ممكن تسمح لحصول moisture to condense on packages، اللي هو تحصل عملية condensation، وجود الرطوبة. إذا لا تزيد عن 20 إلى 23، ولا تبعد أيضا عن هذا الرينج، لا تزيد أو لا تقل. فأيضا من نسبة من 30 إلى 60%، إذا قلت وإذا زادت في مشكلة تحصل، يجب أن تكون دائما بكنترول to be in this range. طيب النقطة الثانية positive air pressure. To prevent cross contamination, this room must be maintained under positive air pressure to keep contaminants out. Positive air pressure يعني لما يفتح باب الغرفة يدفع الهواء إلى الخارج، ما في هواء يدخل من خارج الستورج إلى الداخل، بهذه الدرجة في حفاظ على الظروف البيئية للستيرل ستورج أريا. وأيضا كل أريا موجودة في قسم التعقيم الطبي. بالنسبة للستيرل ستورج أريا بوزيتيف اير بريشر، بوزيتيف اير بريشر يعني ما في هواء بيدخل من خارج الغرفة إلى الداخل أو من خارج الستورج إلى الداخل، لا، الهواء يخرج إلى الخارج. حتى ممكن إذا ممكن إحنا بطريقة معينة نقدر نعرف إذا positive or negative هذه الغرفة الستيرل ستورج هذه، بس طريقة بدائية يعني، هي مو أكيدة نقدر نعتمد عليها في المونيترينج، بس عشان نقدر نتخيل كيف الموضوع. لو نحط منديل ونفتح مثلا باب الستيرل ستورج، في هواء بيدفع المنديل هذا لأنه خفيف إلى خارج الغرفة، ما يدخل إلى داخل الغرفة. هذا أحد الأمور بس عشان نظريا نتأكد فقط أو نقدر نستوعب فيها كيف يعني positive air pressure، وليس maintaining أن نتأكد عن طريق المنديل كل يوم، لا، في سيستم معين نقدر نتأكد من خلاله. هذا فقط عشان نقدر نستوعب إيش فكرة positive air pressure. النقطة اللي بعدها اللي هي lightning. Be adequate lightning or adequate lightning to ensure items can be easily identified for use. في عند الإضاءة اللي تسمح لي بأن كل شيء يكون حولي واضح وما أعرض الايتمز والتكنيشن للخطر. النقطة الأخيرة هنا shelves transport carts and workstations must be كلها تكون washables قابلة للغسل designed to avoid damage to the packaging material. على سبيل المثال تكون round edges فيها and allow for items to be stored without excess stacking، يعني فيها مساحات ومسافات بدون ما يصير في عندي stacking بزايد على بعض للباكد items. stacking يعني مترصين بزيادة مع بعض وجنب بعض وفوق بعض، هذا الوضع ما يصلح. لازم تكون الشيلفز مصممة حيث تكون ما في excess stacking. نقاط أخرى يجب أخذها أيضا بعين الاعتبار عندي correct handling بالنسبة للباكجينج أو الباكد آيتمز، ما نسوي لها drag or push، ما نسحبها أو ندفعها لما نسوي لها handling، ننقلها من الكيس كارت أو من الترانسبورت كارت إلى الشيلف، ما ندفها أو نسحبها عكس السيرفس عشان ما نسبب احتكاك، وهذا الاحتكاك سوف يؤدي إلى دمج للباكجينج آيتمز and وبالتالي والكمبرومايز للستيريليتي، ونضطر من بعدها نسوي ريبروسس للباكد آيتم هذا. طيب النوع الثاني correct shelving. الكوركت shelving لازم يكون بالشكل والتصميم الصحيح to hold items safely، حتى تكون عليه الايتمز بشكل امن. وايديالي بشكل هذا من احد الشروط المثاليه انه يكون التوب والباتم شيلفز يكونوا سوليد اور كفرد تو ريدوس بريفنت اور بريفنت داست اكيوميليشن، عشان ما يتجمع عليه غبار ويدخل الى الداخل. بالنسبه للاسفل الشلف الاسفل وإلى الرف الأعلى كمان يفضل أنها تكون سوليد، يعني ما تكون مفتحة مثل ما هو واضح هنا عندنا من تحت، ما تكون مفتحة، ويفضل أنها تكون سوليد قطعة واحدة عشان الغبار. بالنسبة للوالز
بعد الشلفز هذه عن الجدار اللي هو الوال must be اللي هو الباكس هذه must be at least 5 centimeters from the wall and windows to reduce condensation risk. كون الباكس هذه بعيدة عن الجدران في 5 سنتيمتر. طيب وأيضا الشبابيك. بالنسبة للفلورز هنا الباكس should be kept at least بعيدة عن الأرض من 25 إلى 30 سنتيمتر فوق سطح الأرض علشان يمنع يعني يحافظ عليها من أن يحصل لها contamination من الأرض وأدوات النظافة اللي ممكن نطفون فيها الأرض أو الانزلاق فيه أو الانزلاق اللي ممكن يحدث وما إلى ذلك وأيضا حتى اللمس وبالتالي يكون من 25 إلى 30 سنتيمتر. بالنسبة للسيلينج اللي هو السقف من الأعلى. إذا الآن تكلمنا عن الجدران الوال وتكلمنا عن الفلورز اللي هو الأرض إيش المسافات اللي تكون مطلوبة. الآن نتكلم عن مسافتها عن السقوف. There should be at least 45 سنتيمتر between the highest back الباك اللي ممكن توضع هنا على الرف الأعلى والسقف يجب أن يكون بينهم مسافة 45 سنتيمتر على الأقل and ceiling of the or and the ceiling or fire sprinklers head اللي هي اللي هي تبع الحريق اللي هي رشاشات الحريق يكون بعيدة عنها أو عن السيلينج على الأقل 45 سنتيمتر. يوجد نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار considerations. مثلا removing items from a shelf. طريقة removing the item from a shelf بالطريقة الصحيحة هي نشرحها الآن بشكل سريع وبسيط ونفهمها إن شاء الله. أول نقطة lift the front of the package underneath with one hand. One hand اللي هي يد واحدة برفع فيها الباكج من الأمام. بعد كذا عندي الهاند الثانية الآن إيش بسوي فيها؟ place the other hand midway under the package أحطها في تحت الباكج في المكان المنتصف. Then lift the whole item free from the shelf. بهالحالة يكون عندي يد بالنص ويد أو lift free the item from the shelf. هذه هي الطريقة الآمنة السليمة اللي بحافظ فيها على سلامة الباكج عندما أسوي لها removing from the shelf. It's considered event إذا كان الهاندلينج للباكجينج زاد أو قل. بالتالي مثل ما ذكرناها قبل مرتين we have to minimize the handling, minimal handling as much as we can, أقل ما يمكن. Food or drinks, never consume, store or transport food or drinks even through a sterile supply room. ما ندخل أكل وشرب داخل sterile supply room أبدا نهائيا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي تسمى بالcorrugated boxes اللي هي هذه صناديق الكرتونية. صناديق الكرتونية تسبب مشاكل كثيرة ولا يفضل أو لا يسمح باستخدامها أصلا في الستيرل ستورج أو في قسم التعقيم. ممكن تأوي إلى الرطوبة، تسبب عفن، تسبب عفن فطري، وجود حشرات وأيضا وجود contaminating microorganisms وبالتالي do not use هذه الباكسز الكرتونية. Don't force or stack on shelves. لما أضع الـ items أو الـ sterile items على الشلفز ما أضغطها وأرصها فوق بعض وأميلها بهذا الشكل. ليش؟ لأن it can force contaminated air inside الـ backed item هذه وبالتالي يمكن تسوي rupture وتسبب مشاكل ممكن تأثر في sterility أو كمان ممكن يعني يصير صعب تحديدها وفرصة أنها ممكن تسقط وما إلى ذلك تكون عالية وبالتالي don't force or stack on shelves.
لنفترض اني انا في الستيرل ستورج اريا وصار في دروب داون لاحد الستيرل ايتمز او الباكت ايتمز الستيرل في الارض، ما هو التصرف الصحيح؟ هل اشيلها من الارض واشيكها اذا ما فيها شيء، واذا ما فيها شيء ارجعها واحطها على الشلف، او اني ارجعها دايركتلي او مباشرة الى قسم التعقيم الطبي وتعتبر كونتامينيتد خلاص؟ طبعا التصرف الصحيح، ننتبه هنا، ما ارجعها على الشلف، ربما يكون في اتربة، في يكون داست، مايكرو اورجانيزم، في خطأ او دامج انا ما قدرت اشوفه بعين مجردة. ما ترجع ابدا الايتم لما يصير له دروب داون على الشلف، حتى الشلف ممكن يسوي له تلوث، واي باكت ايتم ممكن نحط على الشلف بعده يتلوث. فهنا لازم باكت ايتم طاح في الارض دروب داون على طول دايركتلي ري بروسس، ما يجلس في الاسترلايزيشن اريا على السيرف. تمام. النقطة الثانية سنلايت. سنلايت ايتمز ينبغي ان لا تكون معرضة بشكل مباشر الى ضوء الشمس، ويفضل ايضا ان تكون ليست قريبة من الشبابيك، مثل كذا هذا لا يفضل. طيب shouldn't be exposed بهذه الطريقة. النقطة اللي بعدها moisture اللي هو رطوبة. packages must not be stored near or under sinks، يعني تحت مغسلة، عند مواسير، أو الله يكرمكم يعني الصرف الصحي، drains or other البلوعات، or other items that could expose it to the moisture. ما يفضل أبدا أن يكون قريبة من أي مصدر ممكن يسبب لها رطوبة. بول بنز. البول بنز only validated markers فقط هي التي نستخدمها for writing on the packages as ink from pens may seep in the packages and also physically damage the surface. تالي أنا ما أبغى يصير سيب أو يتسرب هذا الحبر إلى داخل الباكج آيتم أو الباك آيتم. أنا أحتاج أني فقط أستخدم ماركرز، وهذه الماركرز تكون validated ومناسبة للاستخدام. تمام. النقطة اللي بعدها اللي هو الربر باندز. ربر باندز اللي هي المطاطات. forced or compressed packages so should never be used for sterile items. ما مثلا استخدم هذه المطاطات في مثلا تجميع مجموعة من الايتمز مع بعض او ما الى ذلك، ابدا ما اضغطها او يعني اجمعها في ربر باند، هذه ما استخدمها ابدا. sterility shelf life، الى متى الباكت ايتمز اللي تكون موجودة على الشلف تبقى ستيرل او لا؟ the item will remain safe for use in more event related than time related. مثلا المواد الغذائية صح فيها تاريخ انتهاء expiry date، هذا يسمى time related، نقدر ناكل هذه المادة الغذائية مثلا الى ان ينتهي تاريخها او تاريخ انتهاء هاي يوصل، بالتالي ما عاد نقدر ناكلها. بالنسبة لهنا في event related ما في تاريخ انتهاء، اللي ممكن يأثر على السترلتي حقتها وإذا حصل حدث معين وهذا الحدث أثر على أن يبقى الآيتم هذا سترل أو لا. مثلا دخول غبار مثلا في السترل ستورج، هذا event، وهذا الغبار وصل على كل الباك آيتمز السترل هذه، لم بالتالي لا تعتبر سترل anymore، وهلوم جر من أمثلة أخرى. The actual sterility may be identified depending on the packaged material نفسها، the item itself and handling and storage. Some manufactured items have label. طيب يذكر فيه ان ال sterility will guaranteed تبقى الباكج هذا ستيرل unless package is punctured or broken، حصل له حدث معين وبالتالي يتأثر لا يعد ستيرل، يعتبر ان ستيرل، يحتاج نعمل له ري بروسس. This labeling claim
identified shelf life under the condition of a proper handling and storage. FIFO أو FIFO which is هو اختصار لي first in first out، يدخل أول يطلع أول. للمواد أو reusable medical devices اللي موجودة في قسم التعقيم عدد محدد، وهي تعتمد على method first in first out. لماذا؟ To ensure that the items are used in rotational basis. مو مثلا يتم التركيز على استخدام item واحد، لا، يتوزع التركيز في استخدام كل الايتمز اللي موجودة عندنا بشكل متناوب. ريكول يعني استدعاء او استرداد. يوجد دائما احتمالية possibility انه يصير في release لبعض الايتمز بعدين نكتشف انه لا it's supposed to be rejected، ما مرفوضة، ما هي sterile او not processed، بالتالي نحتاج نرجعها مرة أخرى. طب إيش الأسباب اللي ممكن تخلينا نسوي recall للإنسترومنت هذه أو الأيتيمز؟ let's say some reasons for this include أول نقطة biological indicator أو chemical indicator was not used or didn't pass، ما استخدمناها ولا صار لها pass، هنا recall على طول. نقطة ثانية أو السبب الآخر المحتمل هو decontamination was not correctly completed، بعد ما سوينا ريليس اكتشفوا انه والله هذا الشخص سواها بطريقة خاطئة وبالتالي يسوي ريكول يرجعوها مرة ثانية عشان يسوون لها حسب المانيفاكتشر انستركشن it will be it was correctly or not. النقطة الثالثة او الريزن الثالث مانيفاكتشر ريكولد ا ديفكتيف ايتم، في خطأ مثلا من المانيفاكتشر انستركشن نفسه من المصنع فقال لنا رجعوا هذا الايتم، في خطأ ما يصلح أو ما يكون سيف أو whatever سببهم، ولكن سووا ريكول، هذا أحد الأسباب. When any of these things occur, your facility should have a procedure for recall that includes a minimum notifying all users. في إجراءات محددة تتخذها الفاسيليتي أو المنشأة الصحية عند حدوث مثل هذه الأمور وتبلغ كل اللي يستخدم هذا الايتم. Impacted and decontaminating all actions in an adverse occurrence report اللي هو تقرير لأن حدث في عندي recall أو طريقة عكسية للبروسيس المعتادة، لازم نسوي أو يرفع ريبورت. تمام. CSSD Electronic Tracking System. Electronic Tracking System إيش يعني؟ يعني نظام تتبع إلكتروني في قسم التعقيم الطبي. ممكن هذا التعقيم يعطيني document، طيب هذه الدوكيمنت لأنه هو documentation system electronic documentation system، نقدر نعرض هذه الدوكيمنت على الأديتور أو المقيم اللي يجي عندي في القسم، يكون في بيانات واضحة ودقيقة. بالنسبة للنقطة الثانية تقول أن من المهم أن نعمل اختبار لهذا النظام أو لهذا السيستم داخليا في القسم عشان نعرف كيف نوصل لهذه السجلات، وعلى الأقل أيضا السيستم ريكورد كحد أدنى يسجل جميع العناصر المتداولة اللي هي in circulation including ash including surgical instruments trays and contains information on the trays also و printing of the tray list for assembly. كل هذه المعلومات ممكن تكون موجودة. طب كيف أقدر أقارن بين كل surgical instruments بين كل التريز اللي موجودة عندي؟ all devices must be uniquely marked، كل واحدة تتحدد كأنها fingerprint، كأنها بصمة لكل ست أو لكل تري لكل surgical instruments ممكن يكون موجودة بطرق متعددة to allow scanning. كيف نقدر نسوي scanning مثل هذه الباركودز؟ This may be achieved by using several different options including barcodes مثل الموضحة or matrix marks ولا ليزر إتشينج. ولله الحمد تم الانتهاء من هذا العرض المختصر عن الاسترلايزيشن واسترال ستورج. لكم خالص الشكر والتقدير لاستماعكم، أرجو أنه كان عرضا واضحا مختصرا.
أود فقط التذكير بالنهاية بأن عملنا عظيم ونبذل فيه جهود كبيرة. عملنا إنساني يؤثر بشكل مباشر على العاملين في المنشأة الصحية اللي نعمل فيها، على البيشنت اللي هم المرضى. دائما يقولون يعني لا سمح الله، ولكن دائما يقال تخيل أن الشخص الذي سوف يستخدمون عليه هذا الآيتم سيكون شخص عزيز، شخص تحبه، يكون أحد أفراد العائلة، يكون صديق، صديقة، أو أنت لا سمح الله. وبالتالي العمل عليها سيكون من القلب، دائما نعمل بجودة عالية وبنسبة خطأ 0% حتى نصل إلى النتيجة المرجوة. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. معكم آلاء سكير.